شو صاير خيي؟ يلا قلي. شو اللي صار؟ هيدي زيت الورقة. قلي من وين جبتها؟ أنا لقيتها بقلب هيدي المزهري. أختي أنت بتعرف كتير منيح إنه فيجيا هي اللي بتغير الزهور بغرفتك اليوم. ما كنت متخيل إنه غيرتها العمية ممكن تخليها تنزل لهيدا المستوى. مش ممكن سامحها، مش ممكن سامحها أبدا. أنا رح خليها تتعذب من نتيجة أفعالها، رح خليها تتعذب. ما بدي اشرب شي، انا مش قادر احط شي بتمي. هي الاشراب ما تخاف، رح تصير منيح. بدي اياك تكون قوي. ما في شي رح يصير منيح يا اختي، ما في شي بيرجع منيح. هالكويبيس البشعه رح تقتلني بالنهايه. انت عارفه ايه؟ انه امبارح بالليل شفت كابوس وترك لي علامه على جسمي، وهالعلامه طلعت بجسمي تاني يوم يا اختي. شوفي ايدي حبيبتي، ما تبكي، كوني قوية. ما رح اسمح لحدا يتجرأ ويأذي خيي. اختي قولي لي، حكيتي مع فيجيا؟ حكيتيها بعد ما جيت على المستشفى؟ اسمع خيي، هي مانا مستعدة بعد تعترف بأغلاطها، لهيدا السبب حبستها بغرفتها. لك يا اختي، ما في إلا حل وحيد لهيدا سحر الموت. الشخص اللي بيستعمله هو الشخص اللي قادر يلغي مفعوله. لازم احكي مع فيجيا هلا، ومن دون تأجيل لازم روح احكي معها. لا هي ما لازم تتحرك. مهرجة، لوين رايح؟ انت بعد ما شفيت بالكامل مهرجة. دكتور ما رح اشفى الا اذا بقيت عايش.